Reflection Beat Time. Reporting live. No off the back. Graciously. حتى لو انك تبصر تبكى قدامي كفيف لو تعاني من السمنة البنش بمثابة تنشيف لو فعلا هو كسار ليش نبخوية مكسرة انتون بيضغربان ما بتكونوا عندي سكرة ما اشرة على واحد يمشي بموية عكرة اجرحكم هالجولة كثيرة والدليل وجهكم صفرة لو هلف نازل المتحمس حتى يصد مواشي عاد مني بهذه الجولة ما حد بيطلع ناجي هلا كسار والف انش حط عينك تشوف كيف يسمي نفسه ذيب وهو ناسل مع خروف ما هابك يصيد اللعب هنا مكشوف ما عاد في دنيابك وقت مغرز السيوف كلمة تدخل لك بطولة تنشهط قبل النزول لا استحي انزل امامك اصغر من حبة كبسول ان كان ميز في دمك ما حتكون ابدا بتول مجرد حماء وضرب لسه ما دق الطبول لو تعاني من السمنة البنش بمثابة تنشهط كيف تتكلم رجي فمك مصدق خفة دمه لما يواجه بدر في جولة يذكر دعوة أمه أبت فيدك هنا كمامة راح تجي لك مني حمى لو بعينه مو شايفني راح يكون مجرد أعمى اللي يرفع ضدنا مايك يجيب وجهته بوته أرسم عليكم بنشات كنها حرف من حوته كسر وثق من نفسه خلى يصحى من صحوته أكبر ضرر جاني منه أزعاج نبرة صوته هذا هجمه قتل خرمه كان يجي ثم قرر يحامه لكنه ما يقمه خلى يصم بقطع على لوزة البلعوم بجولة جيب العيد لأنه ضدك نازل بدر يفيد معي انياب جرت لك ما تصبح كلب سو نازل تعذيب بقطع كفك بمنشار عادي ينزل كسر الحالة لان الذيب طبعه غدر هنا ترى من مسوار هنا غبنا تقمار هنا عبده من دو احراب امسح من كتفي مثل اخبار اجي بدر بجولة ذكر دعوة تجيب وقعت بوتا مسكين ظن يدري بطلق عليها بصدري تسهم خالي مثل حية تفتقد عمود الفقري حتى لو ما تعرف تكتب بجي ارميك بصدري قصف عشوائي عليكم يجبرني ولا جوي بسويلي رافع راسة تميع بمشي مايل حتى لو انك قبيلي ما بتكون ابن حمايل جولة سهلة تعدي انا الهمة ماني شايل يصنع القوة قدامي وبسروالة واقف فايل بعد جالة راح اشوفك تقعد تبكي بس تنوح قربهم جمع حيونات كني ضد سفينة نوح نقا ودك قدامي تحال ظهر لي بس ضحوك لو الخمة جاهم ايدز ينزلون بالحن محروقة ما بتفوز البنش يجيك مرزوز جي وولف وكسار قتل اوفر دوز قبل الدمار ارحب واقول يا مرحبا لو كان قائد قوات تمامي يخسر منصبه اختباء الجندي الغائب ها هو حضر دقيقه كاني اسمع نباح من مصر مصر يثبت غباء كان منحاول للرقع للسم بسحب على ربعه كل ما حبيبته ترجع له يا خوي هنسى انك تحرك فيني شعره خطط بدلها خطط وانت فاهم الشفره مالك اقامه مخالف انا راح سفره لما جيت واجد تبان عليكم النفره كذا كلام كثير في عالم ما تنعد على الاصابع تلموني لما اسحب على الساحه واكون متابع ما بقي اي مهان بيت بيت دار دار كذا هنت بزياده الشره وتتكسر واحد ما يطفي الانستا والثاني شاد حلل وحاول يسند خويه بالغلط يقصدين على باله جوله سهله ونقبنا جدا هين مكتل متى صغير حتى بجهل ما بتبين كل بنشاتكم حافظ ما له داعي اقلبها دوم منو جابكم على المجال تمسك المايك مو لزوم نسخه امسي سعد بين كل اختارته لما نزل هذا الجدول عدكم كان اسوأ يوم ولك تعال يلي بعد جولة منا بينقتل احنا بداية شهر يعني البدل مو مكتمل شلون تبقى تغني وانت هنا راح تتلطش كل ما تحاول تقرب مني بتود من العطش لاني شمس والشمس اللي تحرق جدك حيل لما تسأل عن كسر راح يقولوا جدك حيل هذه النهاية لكم ماكم ضدنا حيلة ما تتحملوا هذا الحل لان نساكم جدنا حيلة نحجحت قدامي بتشوف دمار هنا سكرة الموت تنهيكم باختصار جايب لي معك غشم يعني ذراعك اليمين تراه اللي راح ينكبك تطلعوا منه خسرين مو اسم عالم سمى صقر بالواقع عجاجة موسم الصد بدا وراح يعلن احتجاجة ضديشة المعادل انزل لا امثالكم مصدقني بتلقى العبرة باعمالكم سميين صب صب عليكم بصبة الاحمر يبي يقايش ولحم بصبة راح يتربى اوعدك وانا ما اخلف وعدي صقر ما له يتراك ومسوي ندلي تراني مهدي بمكان نسوي جرام وحلوة اطلعك ديت يا صقر وارتك فيك حرام شطر خطر عليكم مختصر بين البشر النحر لو كنتم عايش صقر بدر ما تشمون النصر قتل بحروف مزوم اطلع قروب خاسر سكرة الموت تجاتكم بدون فواصل نزين ضدنا اعتبروا هذا اكبر غلط شعرنا استلكاع ما ياكل معناها العبر شعرنا استلكاع ما ياكل معناها العبر
وش فيك مخنوق جايب خويك فزيع وبيطلع مني مشكوك سام فلو سام دليفري خام اتكامم الملا واحطك تحت الاقدام جيب وولف ابو كسرة عيون المتبيع الليلة ما تهنمون الا وانت مصري يا ابو بدرة نازل معك صقر مو معقولة لو انت من جد صقر بتكون صقر صندولة انتم نازلين لجل تندعسوا الناس بيقولوا والجيع عرسكوا فاست مان اقدر ألقبك عرس انت بالواقع فاست مان لكن وقت المص شوف انا كيف فهين حنا اخويا صح لكن هذا الراب جيم بعطيكم فرصة تودعون جا وقت الجد يلا ودعوا وقولوا اني خبرة في الجلد